كملي يا بطل الباب. ما راح بطل الباب. كملي يا بطل الباب عشان لا اكسره فوق راسك. وخر خايف خلاص انا راح اكسر الباب عليك وخر. كملي يا بطل الباب. خلاص خلي بروحي خلاص. كملي. بطلي حركات اليهال وبطل الباب احسن لك. ألو؟ هلا حبيبي ايش فيك؟ وي لا يكون مرتك يمك. انت منو؟ آه هذه انتي؟ أنا حبيبته وحبيبته من سنين بعد. حبيبتي بقول لك شيء، حرام انتي وايد كاسرة خاطري لأنك حامل. ترى هو يحبني ومن قبل ما ياخذك، وبقول لك شغله، هو خذاك عناد علي بس عشان يشوفني ايش كثر اغار عليه، ولا انت ولا شيء عنده. تعرفين يعني انت ولا شيء عنده، وانت تدرين. اقول خليك عايشه بالوهم. طلعي. أنا بفهم شيء واحد، أنا بشنو قصرت معك فيه؟ شلون قاعد تخوني؟ هذا اللي بيصير لي سند؟ هذا اللي بيصير لي ابو؟ تحجل تطلعني كذي تحجل. هذي كاميليا انت حامل مو زين حقك. ما شاء الله وايد خايف علي صح؟ اكيد بخاف عليك. اذا ما خاف عليك اخاف على منو؟ كذاب قاعد كذب كذاب خاين اناني حقير يمتى كذي. كميلي اهدى اهدى عشان افهمك. شنو تبيني افهم؟ شنو افهم؟ ترى انا ادري انك من اول يوم قاعد تخوني، بس ترى قاعد اطوف بمزاجي. ودي اصدق ان اللي تزوجته وحبيته ريال. لا ريال وغصبا عليك. ريال قاعد تخون زوجتك؟ قاعد تخوني بتصير ام عيالك؟ انا اصلا ليش زعلان عليك؟ انت ما تستاهلني ولا تستاهل دمعه مني. كلامك هذا كله تجريح وانا محترمك وساكت. يعني عندك احساس انجرحت صح؟ بس انا المفروض ما احس بشيء. انا ما عندي احساس لما انت تخونني، لما انت تدوس بكرامتي، لما تمد يدك علي صح؟ انا بطلع. ابي اطلع ما ابي اشوفك. تعال تعال تعال. بطلع؟ بطلع يعني شنو؟ راح اطلع. روحي. ليش هي داخل؟ راح اطلع وغصبا عليك. اخر مره قاعد اقول لك روحي غرفتك. طلقني. كميليا قاعد اقول لك روحي دشي غرفتك. اذا انت ريال طلقني الحين. تطالب طالب ويلا دلفي وما ماشي فيه دلفي.
كفاية! بسم الله بسم الله عليك بسم الله بسم الله شوي 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 تعالي تعالي معي تعالي شوي 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 انت شلون كذي تسوي في بنتي؟